نقول على المكونات: بطاطس، كركم، ثوم، بودرة كاري، بصل، كمون، وسمكة بلطي. طبعا السمك اللي هيتسوى في الفرن مش هياخد وقت خالص، دي سمكة اقل من كيلو يعني مش هتاخد 10 دقايق، فهعمل معاها بطاطس. فعندنا حاجة يعني حل من اتنين: البطاطس عشان تستوي ممكن نسلقها 3/4 سلقة وبعدين ندخلها مع السمكة الفرن، وممكن نحمرها في الزيت زي ما انا هعمل دلوقتي علشان تبقى ايه مستوية، لان اي حد هياكل بطاطس نية تبقى عيبة في حق اللي بيطبخ قوي يعني. يعني مش لازم الواحد يبقى شيف او يبقى حاجة متخصص قوي يعني يروح مطلع بطاطس مش مستوية. خلي بالنا بقى لان البطاطس فيها مية. تمام، على ما البطاطس تتحمر او تتقلي اكون انا عملت الخلطة او التتبيلة بتاعت السمك، وبعدين ندخلها الفرن. طبعا كل ما نقطع البطاطس اصغر ارفع كل ما تستوي اسرع، تاخد بقى وقتها زي ما هي عايزة. مش هتبلها خالص، انا هتبلها بنفس التتبيلة بتاعت السمك وهي داخلة الفرن. هناخد من البصلة دي حلقات، دي هتتحط تحت السمكة في الصينية تحت السمكة عشان السمكة ما تلزقش. وطبعا ده بعد ما بيطلع يعني عشان السمكة صغيرة مش هياخد وقت يعني مش هيستوي قوي، مش هيبقى كارملايزد قوي، بس هيبقى فيه طعم تتبيلة الكاري مع طبق رز كده صيادية ولا حاجة يبقى ظريف جدا، او لو عاملين دايت يبقى سلطة. ادي ثوم صيني، دايما في الثوم الصيني بنزود شوية الكمية لان بيبقى طعمه اضعف من الثوم البلدي. برضو مش عايزين اي حاجة داخل الفرن نقطعها صغير قوي عشان ما تتحرقش، يعني في السمكة دي او في الطبخة دي العملية تبقى سريعة علشان هتستوي بسرعة. ادي الكركم، الكاري، في طبعا كذا نوع من الكاري، في كاري باودر وفي كاري بيست او خليط معجون. هناخد زيت زيتون. طيب اي حاجه بتتعمل بالكاري او اي حاجه اكل من الفار ايست الشرق الاقصى ما بيستعملوش زيت زيتون، فهنخلينا في الزيت نباتي علشان زيت الزيتون على ما اعتقد يعني لما سالت هم ليه ما بيستعملوش زيتون بيغير طعم الكاري، فهنخلينا نمشي بالخطوات اللي هم او يعني بالطريقه اللي بيعملوها. ملح، فلفل اسود. هنقلب بقى البطاطس دي علشان يعني هي لسه قدامها شويه. شوكه، نقلب الخلطة كده. والكاري ما بيمشيش مع الليمون قوي يعني، لو خدت بال حضراتكم انا ما حطيتش ليمون. طبعا اللي عايز يزود بعد كده ليمون تمام، بس هو ما بيتحطش مع ليمون خالص. يعني البطاطس ابتدت تاخد سوا. ماشي كده، السمكة في نفس الطبق زي ما هي، فتحها كده فتحات. على فكره برضو عايز اقول لحضراتكم على حاجه يمكن ناس كتير قوي ما تعرفهاش، النيل ما فيهوش بلطي بس، النيل فيه اسماك تانية، في يمكن اربع او اللي انا اعرفهم اربع انواع. في بياض زي قش البياض بس شكله مختلف بوزه طويل، وفي انا هقول اسامي الدرجه اللي هي الاسامي اللي الناس بتستعملها. في سمكه اسمها مبروكه، دي شبه اللوت كده شويه، كبيرة بتبقى حجمها كبير تدخل 5-6 كيلو. وفي تقرميط، وفي سمكة تانية ببوز طويل كده اسمها النوم، دي ما بتتاكلش قوي علشان فيها جزء منها فيه حتة يعني مسممة، لازم اللي بيطبخها يعرف يشيل الحتة دي عشان ياكلها. صينية الفرن، حط البطاطس البصل الأول، خلي التتبيله كده زي ما هي، هاخد فصين من الثوم واحطهم جوه، واحده بصل، وبعدين انا عايز اخلي شويه من التتبيله دي عشان احطها على البطاطس، فهاخد
شوية صغيرين جوه. هو الكاري قوي جدا، فمجرد بس ما هنعمل كده ايه، محتاج ادخل التتبيلة جوه السمكة. تعالي كده، كده بقى لما بتبتدي السمكة تستوي واللحم يبتدي يشرب التتبيلة بتلاقوا الطعم واصل للسمكة كلها. الناحية التانية، واعتقد ان البطاطس خلاص داخلة على سوا. نحط دي كده هنا، نغسل ايدينا. كده البطاطس تمام، جميل قوي. طبعا مش محتاج خالص ان انا اصفي البطاطس من الزيت، انا كده كده لسه هحط زيت تاني عليهم. يعني لو بنعمل بطاطس هناكلها هنحتاج ان احنا نحطها على ورق مناديل عشان تتصفى من الزيت، لكن دلوقتي مش محتاج اعمل كده خالص. نطفي السخونية دي، عايز اوزعهم كده شوية كده، ابقى مطمن ان احنا البطاطس دي طالعة مستوية. بقية التوم، نقلب كده عشان نطلع الباودر اللي تحت ده والكاري، نحطه بقى على البطاطس وعلى السمكة. تمام كده شكلها نهائي قبل ما تدخل الفرن. هدخلها الفرن